احنا بنعمل سجاد قديس ده متاخد من السجاد الحديد اليدوي. السجاده الواحده بتقعد 1 أو 6 شهور ممكن اكتر على حسب طبعا. احنا بنشتغل على ان احنا نفتح اسواق ونبتدي نوري الناس الانتاج اللي بنعمله. من الهدف من السجاد ده تكون العائد بتاعه بيروح للجسم من الاشعاعات بتاعه. ففي نفس الوقت ان احنا يعني التصميمات دي الناس صناع وسطاء سجينا نعلمهم ونطلع منهم صنعه حقيقه جدا زي ما انتم شايفين. بس سفرناهم المانيا وسفرناهم الهند ويقدروا يكتسبوا خبره عاليه يبتدوا نفسه في الاسواق ان شاء الله. نتمنى تشوفوا الشغل بقى يعني. طبعا استعنا بقى طبعا باهل الخبره من الاكاديميات كمان والجامعات المصريه في الكليات الجميله داخله معانا في التصميمات والطلبه بقى يدخلوا في مسابقات على احسن كمان مش بس في السجاد في كل المجالات كمان. يعني حضرتك يعني قدرنا على قد ما نقدر نطور ونعمل منتج على اعلى مستوى. طبعا بنجيب الخبراء علشان يحكموا على الجوده نفسها بتاعت السجاده والصناعه نفسها. فالحمد لله السجاده الحريري لازم يكون على نفس المستوى يعني. بالتوفيق. شكرا.